السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح تشرق فيه النفوس مطمئنة راجية من رب العالمين الخير في كل أمر. صباحكم مميز مشاهدينا ومستمعينا الكرام من برنامجكم الصباح رباح. صباح الخير خلود. صباح الخميس يا نيلة، صباح آخر أيام الأسبوع، اليوم المنتظر من بعد أسبوع حافل وبالذات مع الطلبة والطالبات والكادر التعليمي، أكيد ما ننساهم في أول أسبوع في العام الدراسي الجديد. وختام أسبوعنا معاكم إن شاء الله بيكون تعليمي وأدبي. وأيضاً خلود ومشاهدينا، في فقراتنا اليوم بنتعرف على الأحوال الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع نديبنا عبد الرحمن المري من مركز التنبؤات البحرية في الوكرة، وبنتعرف على تفاصيل برنامج نسمو لإعداد الطلاب القطريين للانتقال لسوق العمل مع نديبنا قانم العلي من كلية الهندسة بجامعة قطر. ومن مجلس الدامة في سوق واقف بنتعرف مع نديبنا محمد الشهراني على تفاصيل البطولة الصيفية للدامة اللي بدأت يوم 4 سبتمبر وراح تستمر لين الأحد الجاي. إن شاء الله الخميس اليوم يكون خميس وإجازة ومطر، وأكيد مشاهدينا اليوم عندنا في حلقتنا علوم جرايدنا وبعض العناوين المختارة فيها، وما ننسى حوارنا مع ضيفاتنا في استديو الصباح رباح. نسمع عودناكم نبدأ صباحنا وياكم كل يوم مع بعض اللقطات الصباحية. من بعد هالنسمات الصباحية نروح الحين نتعرف على أحوال الطقس خلال اليوم وخلال عطلة نهاية الأسبوع من مركز التنبؤات البحرية في الوكرة مع نديبنا عبد الرحمن المري. شكرا يا نيلة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بخير مشاهدينا ومستمعينا الكرام. إن شاء الله أجواء مبشرة بالخير من مركز التنبؤات البحرية في الوكرة التابع لإدارة أرصاد
الجوية راح نتكلم فيه عن حالة الطقس لهذا اليوم وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وأيضا حالة الغبار اللي جات في المنطقة قبل فترة، وأيضا عن الأمطار اللي في خلال هذا الأسبوع إن شاء الله. وبإذن الله أجواء مبشرة وإجازة آخر أسبوع إن شاء الله ستكون سعيدة بإذن الله. حديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا السيد عبد الله الحداد، كبير المتنبئين الجويين بإدارة أرصاد جوية بالهيئة العامة للطيران المدني، اللي بيكلمنا أكثر عن حالة الطقس اليوم وفي إجازة نهاية الأسبوع والأسبوع الجاي بإذن الله. مرحبا بك. يا أهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا، الله يحييكم. بشرنا أول شيء حالة الطقس اليوم. والله حالة الطقس اليوم إن شاء الله في بشارة خير إن شاء الله. الفترة هذه فترة شهر 9 تحدث هناك بعض التقلبات والتغيرات في الطقس، يعني انتقالنا من فصل الصيف ودخولنا التدريجي لفصل الخريف تحدث بعض التقلبات، يعني مثل ما شفنا يوم الجمعة كانت في أمطار على المناطق الشمالية خاصة صوب الجميلية والشحانية، وأنا أعتقد هذه الفرصة هاي راح تتكرر، يعني عندنا فرصة اليوم كذلك اليوم وبكرة، فاللي حاب أنه هو يستمتع إن شاء الله بسقوط الأمطار فترة الظهيرة لما يشوف أن الوضع بدأت السماء تغيم خاصة من المناطق الغربية، إذا حاب أنه يستمتع بالأمطار يكون يتجه هذه المناطق وإن شاء الله راح يشوف يعني على الأمطار. ما نفس اللي صارت أو نفس المكان الأسبوع اللي طاف اللي نزل فيه المطر، يعني نعم. الجمالية والشحانية والمناطق الغربية واللي وسط البلاد والشمالية بعد. صحيح، نعم نعم. نتكلم عن حالة الطقس، يعني بالنسبة لدرجات الحرارة، بالنسبة للبحر هل في تحذير للبحر؟ بالنسبة للبحر لا يوجد أي تحذير، يعني هاي الأيام أيام استقرار في سرعة الرياح، بس أن الرياح كلها شرقية. أنا أعتقد أن البحارة واللي يحبون يدخلون البحر عارفين أن الرياح الشرقية ومدى خطورتها، ساعات يعني لما تنشط لغاية 20 عقدة و 18 عقدة يشعرون بأن الموج صار عالي كثير، وهي اللي تجيب الرطوبة بعد، وتجيب الرطوبة أكيد. نقول لهم أن الأيام هذه يعني سرعة الرياح راح تكون ما بين 15 من 8 إلى 15 عقدة، يعني الرياح خفيفة لمعتدلة، والأمواج ما بين قدم إلى 3 أقدام، يمكن يكون وصل 4 أقدام أحيانا خاصة فترة الظهر. نعرف إحنا الرياح الشرقية على السواحل تجيب الرطوبة مثل ما ذكرت. طبعا احنا الفتره هذه فتره يعني لاحظنا انخفاض كبير بالنسبه للرطوبه النسبيه، ولكن الايام القادمه ممكن تشهد ارتفاع نسبي في الرطوبه خاصه مع يوم السبت او الاحد القادم بسبب يعني استمرار الرياح الشرقيه وتحمل معها بخار الماء من البحر وتجيب على الساحل. نعم اخ عبد الله، راح نكمل ايضا كثير عن التنبؤات الجويه خلال اجازه نهايه الاسبوع، لكم مشاهدينا الكرام سنذهب معكم نشوف حالة الطقس في مختلف مناطق الدولة، ونرجع نستكمل مع ضيفنا عبد الله الحداد كبير المتنبئين الجويين في مركز التنبؤات البحرية في الوكرة. ابقوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا درجات الحرارة وحالة المد
والجزر في مختلف مناطق الدولة، متواجدين في مركز التنبؤات البحرية في الوكرة مع السيد عبد الله الحداد كبير المتنبئين الجويين في إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. قبل ما نطلع نشوف درجات حرارة أخ عبد الله، تكلمنا عن حالة الأمطار، هذا طبعا عن الخميس، بالنسبة للجمعة والسبت هل في حالة أكبر أو لا؟ طبعا فرصة يوم الجمعة راح تكون هي الأفضل، يعني الخميس اليوم فرصة موجودة ولكن يوم قد راح تكون الفرصة أحسن وإن شاء الله تكون حتى الأمطار أكثر. هل التركيز كله على المناطق اللي ذكرتها اللي وسط قطر ولا في مثلا الجنوب والشمال؟ والله معظم الأمطار يعني خاصة هاي الفترة يعني نقول احنا 90% أكثر من 90% الأمطار اللي تسقط هاي الفترة على المناطق الشمالية. طبعا لحالة خاصة يعني الرياح اللي موجودة هناك، اتجاهاتها، نسبة الرطوبة اللي موجودة، الحمل الحراري اللي موجود على الأراضي. احنا نعرف المناطق الشمالية للحين يعني مناطق صحراوية مفتوحة، فالحمل الحراري اللي يصير في المناطق هذه والحرارة الزايدة مع الرطوبة طبعا تحملها لأعلى، لما تصادف كتل من الهواء البارد تبتدي تتكثف وتتحول إلى سحب، من بعد ذلك زيادة تكثفها تحولها لأمطار. فمعظم الأمطار يعني إحنا مناطق الدوحة يمكن قديما قبل يمكن نرجع إلى 50 سنة قبل كانت هذه الأمطار حتى موجودة في الدوحة، ولكن مع العمران ومع الشوارع والبنايات وهذا بدأت الحرارة على المناطق هذه تتغير، وظلت الحرارة الموجودة على المناطق الشمالية على ما هي عليه بسبب أن هي للحين يعني يقول أرض صحراوية، فهذه الأرض الصحراوية هي اللي تساعد تقريبا على تكون هذه السحب. نعم أخ عبد الله، يعني هل تعتبر حالة نادرة مثلا خاصة في هذا الوقت، يعني وقت بدري تو الصيف يعني ما بعد راح أمطار، ممكن نسبة كبيرة كان الأسبوع اللي طاف، الأسبوع هذا بإذن الله تعالى ممكن يشهد نسبة أكبر؟ والله حالة نادرة هي، لا هي مو حالات نادرة، هذه حالات معتادة احنا سنويا تعتبر موسمية، يعني احنا نقول هي أمطار صيف هذه، يعني احنا حتى امطار اللي حق الوسمي للحين يعني بقى لنا بعد قدامنا شهر 10 الامطار ان شاء الله راح تكون امطار الوسمي اللي هي الناس تنتظرها، ولكن هاي امطار يسمونها امطار الصيف. امطار الصيف تتركز سنويا على هذه المناطق وتقريبا تحدث مره او مرتين في الشهر، بس انا لاحظ السنه هذه كان الامطار راح تتكرر اكثر من مرتين، يمكن تكون هذه حاله يعني غريبه السنه هذه ان هي تتكرر اكثر من مره وخاصه على هذه المناطق. باذن الله تعالى نشوف ان شاء الله ونفرح ان شاء الله خاصه في اجازه نهايه الاسبوع ونتباشر بامطار الخير والرحمه. جات الفتره اللي طافت خلال يومين طافت موجه اغبار كبيره خاصه في المناطق الشماليه من شبه الجزيره العربيه حتى في مناطق الشام، هل ممكن تاثر على منطقتنا على خاصة على الخليج وخاصة على الدوحة؟ صحيح، احنا عادة الغبار موجات الغبار موجودة على ما بين سوريا والعراق المناطق الحدودية، هذه المناطق هذه فيها مناطق كبيرة مناطق صحراوية مفتوحة تتكون عليها منخفضات جوية، احنا نلاحظها باللون البنفسجي تتكون عليها منخفض جوي، هذا المنخفض يكون متعمق كثير فيساعد على إثارة الرمال والغبار فيحركها باتجاهات معينة. معظم موجات الغبار تتحرك من شمال بلاد الشام إلى اتجاه ساحل الخليج العربي، ولكن هذه المرة يعني تعتبر من الحالات القليلة والنادرة أن تتحرك موجة الغبار من الشام إلى باتجاه الجنوب باتجاه لبنان واتجاه جنوب الأردن. نعم تعتبر جنوب غرب واتجاه هذا، يعني هذا من الحالات القليلة والنادرة، يمكن يعني أنا حتى أسمع أنه حتى بلاد الشام ولبنان يذكرون أن هاي الحالات قليلة يمكن من عشرات السنين ما جاتها موجة من هذه الموجات. إيش أسبابها يعني أستاذ عبد الله؟ يعني خاصة البلاد هذه يمكن ما تشهد حالة تصحر وما مفتوحة إلا كلها طبيعة وعشبة. صحيح، ولكن مكان حدوثها مكانها مناطق كبيرة منها مناطق صحراوية وموجود فيها رمال، مع حركة المنخفض الجوي واتجاه سرعة الرياح اتجاهات الرياح هو اللي دفع موجة الغبار باتجاه الجنوب الغرب مثل يعني ما ان شاء الله ما راح يجي شيء عندنا. لا احنا بعيدين عن شو اسمه عن الغبار، ولكن الغبار يتجه الان من الشام الى مصر، والان نلاحظ ان حتى مصر الان تتاثر بموجة الغبار هذه. انا اعتقد هذه يومين قدام 3 أيام موجة الغبار راح تتفكك وتنزل كثير. احنا بالنسبه لنا احنا نكون بعيدين جدا عن موجات الغبار اتجاه الغبار باتجاه ثاني. نعم استاذ عبد الله، يعني قبل ما نختم الصيف يعني جانا يعني صيف غير طبيعي يعني صراحه حر. نعم. يعني بشكل كبير. صحيح. متى ان شاء الله يعني راح نشهد تغيير في درجات الحراره البروده خاصه في هالسنه؟ يعني شفنا فيها حر وحتى كان على وقت طويل يعني. نعم احنا لاحظنا يمكن ان الرطوبه شويه كانت زايده، ولكن حتى السنه هذه ترى انا اقول ان الرطوبه ما كانت مثل الرطوبه السنوات اللي فاتت.
يعني يمكن احنا السنوات اللي فاتت الرطوبه كانت اعلى، ولكن استمرار درجات الحراره في معدلاتها العاليه هو اللي حسسنا اكثر بان الصيف السنه يعني طول اكثر. بالاضافه الى ترى يعني النهضه العمرانيه اللي موجوده في الدوله، يعني نشوف احنا الدوحه امتلت ما شاء الله بالبنايات والعمارات والسيارات وحتى عدد سكان زاد والشوارع هذه، طبعا اللون الاسود مال الشوارع هذه طبعا هو يشع كميه كبيره من الحراره، لذلك ظلت الحراره والاحتباس الحراري ترى اللي موجود على الكره الارضيه موجود مؤثر على مناطق كبيره من العالم، بالخصوص دولتنا الاحتباس الحراري والتلوث والبناء والشوارع هذا ساعد على بقاء درجات الحراره في مستويات عاليه لمده طويله. طيب لذلك حسينا بالحر احنا خلال الفتره اللي ذكرناها. متى نلاحظ يعني بشكل سريع، يعني متى نلاحظ تغيير درجه الحراره بشكل يعني بشكل كبير نحس فيه؟ يعني خلينا نقول احنا شهر 10 ان شاء الله على خير، ان شاء الله يدخل شهر 10 تدريجيا راح نحس بالفرق كبير في درجات الحراره. يمكن احنا لاحظنا ان انتقلنا من بعد ضربه الشمال الاولى اللي كانت في اول شهر 9 لاحظنا بتحسن نوعي، ولكن التحسن الثاني راح نشوفه مع بدايه شهر 10 ان شاء الله. كل الشكر للسيد عبد الله الحداد كبير المتربين الجويين بإدارة الارصاد الجويه في الهيئه العامه للطيران المدني، كان يكلمنا من مركز التنبؤات البحريه في الوكره. اخبار خير ان شاء الله مبشره وامطار الرحمه بانتظارها ان شاء الله اليوم وبكره وبعد بكره باذن الله تعالى، خاصه تركز على وسط البلاد وشمال البلاد. هذا ما عندنا من الوكره، بنرجع للزميلات في استديو صباح الربح. يعطيك العافية عبد الرحمن، كل الشكر لك ولضيفك، وإن شاء الله تكون نهاية عطلة الأسبوع كلها أمطار إن شاء الله يا رب. وصار وقت جرايدنا مشاهدينا. مستحيل على الجرايد أنا اليوم. أول جريدة معنا جريدة الوطن، وأول العناوين فيها: الأمير يوجه ببناء 2000 فيلا جنوب الدوحة، سموه ترأس الاجتماع المجلس الأعلى للاقتصاد والاستثمار، التكلفة 10 مليارات والمدة 4 سنوات، تخصص للمواطنين الخاضعين لنظام الإسكان. وأيضا في جريدة الوطن: انضمام دفعة جديدة من طلاب أكاديمية سباير للعام الأكاديمي 2015-2016، وتأسيس جمعية للمتقاعدين، ناقشها لقاء التعريف للهيئة بالتعاون مع مبادرة جعلك ذخر وبرنامج رأس لفان. ومع مدارسنا: تركيزنا أولا على جودة المعلم الحمادي خلال تفقده برنامج التمكين التربوي، 550 معلما ومعلمة يشاركون في هذا البرنامج. هذا كان كل ما عندك في جريدة الوطن، والحين معاكم مشاهدينا من جريدة الشرق. وأول خبر: تنظيم إجراءات الاستقدام وتغيير جهة العمل والالتزامات بين المستقدم والوافد مجلس الوزراء، استصدار مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. أيضا الخبر الثاني من محليات الشرق: العميد المالكي، انخفاض نسبة الوفيات والإصابات على مستوى الدولة، الداخلية الأولى في مسابقة القيادة بمجال السلامة المرورية وتطبيق القانون. الخبر الثالث هو عن التطوع من محليات الشرق: تتيح للمتطوعين المشاركة في مبادرات المسؤولية المجتمعية، مذكرة تفاهم للتعاون بين مركز قطر التطوعي وشل قطر. الخبر الأخير طبعا لنا حين نحن في موسم الحج: حملة الهدى تلتقي الحجاج بقاعة عبد الله بن زيد آل محمود، حملات الحج والعمرة توعي حجاجها بالجوانب الصحية والشرعية للحج. وإلى جريدة الراية والعناوين فيها: فتح الخير 2 تنقل أخلاقها القطر العالية للعالم، تنطلق من قطر إلى الهند في شهر أكتوبر. و11 فنانا قطريا يشاركون في برنامج مطافي خلال الإعلان عن البرنامج الخريفي لمتاحف قطر، وإطلاق معرض الصيد هواية الملوك 16 الجاري. ومع اقتصادي جريدة الراية: البورصة تواصل الارتفاع بمكاسب قدرها 10 مليارات ريال. وآخر أخبارنا الرياضية في جريدة الراية: تأهب وترقب لصفارة انطلاق النسخة الاستثنائية، الأندية أكملت استعداداتها وسط توقعات بمنافسة قوية. والجريدة الأخيرة جريدة العرب، وأول خبر: خلال لقاء تعريفي بحضور 300 مشارك، إطلاق برنامج الإجازة العلمية.
وأيضا الخبر الثاني من جريدة العرب، خلال ورشة التغيير المناخي السادة رؤية قطر 2030 تحقق التوازن البيئي والتنموي. ومن أيضا جريدة العرب الخبر الثالث، في ختام المخيم الصيفي الخرجي تزويد طلاب الثانوية بالخبرات والمهارات المهنية. الخبر الأخير من العرب الاقتصادي، 90 مليون ريال نظير بيع مجمع سكني في نعيجة، قفزة أسبوعية للتعاملات العقارية رغم غياب الصفقات الكبرى. هذا كان كل ما عندنا خلود من أخبار جرائدنا لليوم. مشاهدينا فقراتنا متواصلة معاكم، بنتعرف على ضيفاتنا لليوم لكن بعد الفاصل، خلكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. الكتاب خير جليس وصديق، كلمة مأثورة تصلح لكل الأوقات، أوقات الإجازة والسفر والترحال، وأيضا أوقات الدراسة والاجتهاد، ولكن تبقى أهمية تنظيم الوقت وحسن انتقاء الكتب. حول هذا الموضوع وما يثيره من أسئلة تدور في أذهان أولياء الأمور وأكيد في أذهاننا كلنا، يسعدنا نستضيف اليوم في استديو صباح رباح الفاضلة أسماء الكواري، مدير مركز أدب الطفل، وأيضا التربوية الفاضلة شيخ ناصر البلم الاختصاصية في مجال الطفولة المبكرة. رحب فيكم لو سهلا سيداتي. ولو نبدأ من اليمين أستاذة شيخة، القراءة تتوقعين أن هي تبدأ من الصغر أو في عمر معين مثلا ممكن حبب الطفل فيها من القراءة على فاس تكبر معه؟ طبعا القراءة أولا تبدأ من منذ الصغر، ينشأ الطفل عليها كعادة مثل أي عادة ينشأ عليها. طبعا الطفل بينشأ على عادة القراءة إذا كان في بيئة تقرأ. نتكلم عن أي عمر هي؟ أقول لك 8 شهور. إيه يعني من 8 شهور نبدأ، قبل ما يخلص سنة هو متعود أنه هو يمسك الطفل، يمسك الكتاب، يمسك القصة، يمسك صور. أي إيوة أورقة كذي، مجرد أنك أنت تعودينه طبعا من خلال ما يشاهد أهل البيت، مجرد تصفح هذه تبدأ عنده عادة إلى بعدين ينتبه طبعا على الصور. طبعا نبدأ بالطفل من الصور، خلال صور ملونة إلى بعدين كلمة كلمتين على حسب سنه، فهنا يتعود أنه دائما هذه مكتبة أمامه، يشوف هالمكتبة قدام عينه، فدائما الكتب موجودة أمام عينه، فمن هنا تبدأ العادة. يشوف والديه يقرون، حط الأم تضع الطفل هذا في الطفل يحضنها، تتصفح مع القصة، مجرد هاي عادة التصفح خلاص هو يتصفح بعدين عنه، هو يبدأ. يعني الطفل مقلد مثل ما احنا عارفين، فنشأ على هالعادة فيبتدي يقلدها إلى أن
طبعا تبدا خلاص تنشا معه تكبر معه. صحيح استاذه اسماء، شلون نحن نقدر يعني نخلي القراءه تكون اهميه حق بالذات الاطفال الصغار؟ طبعا القراءه والحمد لله هي شكل من اشكال العباده، لان اول امر كان للرسول عليه الصلاه والسلام هو اقرا. ايضا الصلاه عباده، احنا نتعلم نوصل الى مرحله العباده، ولكن قبلها كانت عاده مثل ما قالت الاستاذه الشيخه. ايضا القراءه نبداها كعادات سلوكيه هي تمارس معانا في البيت. طبعا الطفل لحد الحين ما دخل لا روضه ولا مدرسه، ولكن هو في البيت في بالدرجه الاولى. احيانا الام حتى الام الحامل تبدا في عمليه القراءه لطفلها من اول ما يجي الطفل. احنا نشتغل معاه في موضوع القراءه، ولكن هني احنا نسميها السمعيه والبصريه، هو فقط هو يشاهد، ما فيه الطفل في هذا العمر ان احنا. طيب استاذتي انا اتوقع بس الصوت يمكن مو واضح حق المشاهدين، نطلع معاكم نقل خارجي او نكمل حوارنا؟ نكمل حوارنا. نكمل حوارنا. طيب استاذة شيخة لين بس يضبطون الصوت عند الأستاذة أسماء، نفس ما قلتي هو يبدأ مع الطفل من هو صغير، من يعني الصغر، يعني مثل ما قالت أستاذة أسماء حتى وهو في بطن الأم. صح فعلا عندهم هذا الفكر، وخاصة القرآن. القرآن سبحان الله تقرين الآيات وكأنك تكررينها على الطفل، تحسين بمشاعره وهو في بطنك. فهني يبدأ الطفل يتعود القراءة، يستمع إلى الأصوات، إلى معاني المفردات، إلى مثل ما نقول نغمة الصوت. من كثر أنت ما ترددين لحتى تتفاجئين أن الطفل يردد معك هالكلمة هو ما إلى الآن لم يعي معناها، ولكن عارف مثل ما تقولين صوت هذا الحرف، صوت هذا الكلمة، رسمة الكلمة. أستاذة من خلال خبرتك تحسين أن هل فعلا إحنا عندنا هذا الوعي؟ والله أنا إن شاء الله أتمنى أن يكون عندنا هذا الوعي، وفي يعني فئات في عندها هالوعي، ولكن الكثير والكثير بعد نقول للأسف غافلين عن هذه عن أهمية القراءة. يعني في ملاحظات مثلا دائما الأمهات يشتكون أن أطفالهم ما يقرون. يعني حنا يعني أنا أقدم ورش قراءة، أول شكوى تجي من الأمهات ومن المدرسات بالذات أن إحنا عيالنا ما يحبون يقرون. إن شاء الله بنعرف شلون ممكن نعالج هالمشكلة أستاذتي. إن شاء الله بإذن الله بنكمل حوارنا، لكن خلونا الحين نروح لنديبنا قانم العلي من كلية الهندسة بجامعة قطر، راح يوافينا من هناك بتفاصيل برنامج نسمو لإعداد الطلاب القطريين للانتقال لسوق العمل. الكلمة عندك. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، أصبح عليكم بالخير من جامعة قطر، حيث تم تدشين في كلية الهندسة في الجامعة تم تدشين برنامج نسمو. هذا البرنامج مشاهدينا الكرام اللي تم تدشينه بالتعاون مع كل من أوكسيدنتال للبترول قطر المحدودة وصلتك. تستمر مشاهدينا الكرام هذا البرنامج لمدة 4 أيام، ولله الحمد النتائج كللت بالنجاح. خلونا نتناقش مع عميد كلية الهندسة الدكتور راشد العماري عن هذا البرنامج، هو برنامج نسمو. صبحك الله بالخير دكتور. اسعد الله صباحكم واسعد الله صباح مشاهدي قناه الريان الفضائيه. يا هلا ومرحبا فيك. في البدايه لو تعطينا فكره عامه عن برنامج نسمو. برنامج نسمو موجه للطلاب القطريين، طلاب والطالبات القطريات. البرنامج تهيئه الطالب او الخريج لسوق العمل، وجميع ورش العمل التي القيت للطلاب هي من الصناعه، يلقونها ناس متخصصين في الصناعة. فكلية الهندسة هي توفر الطلاب، فتوفير الطلاب بحيث أن الطالب يتعلم مهارات ما يتعلمها في الصفوف التقليدية. طيب بما أنها السنة هي مخصصة للبنات، حدثنا عن مشاركة البنات في هذه في هذا البرنامج، كم وصل عددهم؟ الحمد لله والله يعني فخورين ببناتنا في كلية الهندسة. عدد الطالبات 40 طالبة اشتركوا. تذكر أنهم في إجازة، ومع ذلك جاؤوا إلى الجامعة وأخذوا هذه 4 أيام من إجازتهم ليتعلمون. ونحن حقيقة هذا أعطى لنا وأيضا أعطى المدربين، المدربين جايين من بريطانيا يعطونهم هذه الورش، فحتى هم تعجبوا من ثقافة الطالبات اللي عندنا، من مهاراتهم، من جودة التعليم. فحقيقة احنا فخورين جدا ان يكون عندنا هذا العدد من الطالبات القطريات، وحريصين على ان يتعلموا بمهارات
ينخرطوا في سوق العمل وينافسوا المهندسين الآخرين في البلد بإذن الله إن شاء الله. بالنسبة لمستقبل سوق العمل في قطر وبرنامج نسمو، شنو العلاقة بينهم؟ وين نقدر نشوف الطالبات اللي موجودين الحين في برنامج نسمو في المستقبل إن شاء الله؟ طبعا الحمد لله ان هذه طبعا المهارات هي تهيئهم هم اي مصنع او اي مؤسسه راح يكون فيها عدد من الثقافات المختلفه وعدد من الخبرات العالميه الموجوده، فكيف يتعاملون معهم؟ هذا جزء. ثانيا ان ما هي المهارات اللي يسمونها سوفت سكيلز، المهارات اللي هي غير التقنيه اللي ممكن يتعلمونها. التقنية نعلمها في الهندسة، في مهارات ما يتعلمها الطالب إلا لما يحتك مع سوق العمل، فهم سوق العمل هم جاوا عندنا ويهيئون الطالب في 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 هذه المهارات، وبالتالي إن شاء الله يكون لهم دور كبير في قيادة التطور في البلد والحرص على الجودة في كل شيء إن شاء الله يقوموا به. إن شاء الله. الدكتور راشد العماري الله يعطيك العافية وإن شاء الله من توفيق لتوفيق بإذن الله. شكرا لكم وأسعد الله صباحكم. العفو وصباحك إن شاء الله. الآن مشاهدينا الكرام خلونا نلتقي مع الطالبات اللي شاركوا في هذا البرنامج، وخلونا نبتدي أيضا بالطالبة هيا سعود الكواري من أحد الطالبات اللي شاركوا في البرنامج، خلونا نشوف تجربتها في هذا البرنامج اللي هي طبعا كانت مشاركة فيه. صباح الخير. صباح النور يا هلا. يا هلا مرحبا فيك اختي هيا، لو تكلميني عن مشاركتك وتجربتك في البرنامج. اول شيء انا سعيده جدا بمشاركتي في برنامج نسمو. برنامج نسمو عزز فينا حب التعاون، حب العمل كبيئه مختلفه من مختلف تخصصات الهندسه. اتاح لنا الفرصه ان احنا نطور من مهاراتنا النقاشيه، من طريقه الحوار، من تقبل الراي والراي الاخر، وان احنا يعني شلون نفكر اوت اوف ذا بوكس كجروب عشان نقدر ننجز شيء حلو يعني. نعم. بالنسبه لاهميه البرنامج في حياتك واثره، ايش غير فيك من شخصيتك او من دراستك التعليميه ايضا؟ مثل ما قلت نمى فيني او يعني طور فيني مهاراتي النقاشيه، صار الحين من السهل لما يعني اقتنعت ان مش دائما رايي هو الصح، انه ممكن انا اتقبل الراي الثاني، ممكن انا اغير قناعتي احيانا، فبيئه العمل تحتاج تعاون، تحتاج روح رياضيه، ان مش دائما انا رايي اللي هو لازم يمشي. الله يعطيك العافيه وبالتوفيق ان شاء الله. ايضا مشاهدينا الكرام خلونا نلتقي مع الطالبه نوره عادل الزراع، ايضا من الطالبات اللي شاركوا، وخلونا ايضا نستطلع رايها عن هذا البرنامج. صباح الخير. أختي نورة، لو تكلميني في البداية عن تجربتك في البرنامج وعن فكرة البرنامج بشكل عام. البرنامج هو من شركة نسمو بالتعاون مع أوكسي، جامعة قطر وفرت لنا برنامج وايد فادنا، برنامج فيه تطوير مهارات الذات، تعزيز الثقة في النفس، صار عندنا القابلية أن احنا نقدر احنا نطرح آرائنا ونقدر نقنع الطرف الثاني بآرائنا يعني من غير ما احنا نغير او نجرح بطريقه غير مباشره. فكان موضوع وايد سلس ان احنا عزز الثقه في نفسنا، ان احنا لنا القدره ان احنا نناقش، ناخذ ونعطي من ثقافات مختلفه. يعني احنا في البرنامج من كليات من نفس الكليه بس من تخصصات مختلفه، كل عنده ثقافه ثانيه، فكان في النقاشات يعطينا دافع ان احنا نقدر نثبت وجودنا. فحس هذا الشيء وايد راح يفيدنا حاليا وفي مستقبلنا وحتى في حياتنا اليوميه ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للعدد اللي كان موجود، هل انت تشوفينه محفز وان شاء الله للسنوات الجايه انتم كطالبات راح يزيد حماسكم والمشاركه في هذا البرنامج؟ بالعكس، عددنا احس كان يعني كافي وملم ان احنا نقدر احنا نتنافس مع بعضنا، لان توزعنا على شكل مجموعات، فكان في روح تنافسيه في البرنامج بعد عشان احنا نثبت ذاتنا. بالتوفيق ان شاء الله اختي نوره. مشاهدينا الكرام ايضا خلونا نلتقي مع الاخت ندى عيد، ايضا من الطالبات اللي شاركوا في هذا البرنامج. صباح الخير. صباح النور. اختي ندى، كلميني عن تجربتك الشخصيه والتعليميه في نفس الوقت في البرنامج. البرنامج هو اصلا كان يتكلم عن شلون بناء نفسيه الانسان مع الثقافات الثانيه، اول شيء شلون الروح القياديه للانجينير شلون يتعامل مع مثلا تيم كامل. وايد غير في النهاية البرنامج، وايد اشتغل على نفسية الإنسان أكثر من يعني مثلا من الأشياء العملية، لأن النفسية دائما هي اللي تهيئ الإنسان للعمل أكثر.
بالإضافة إلى أن البرنامج كان يهدف إلى أنه يعطينا تشانس يقول لنا ترى مو دائما أنت من أول شغل بتعرف تنجز، لا يمكن من الشغلة الثانية تكتشف نفسك، من الشغلة الثالثة تشتغل تكتشف نفسك. الله يعطيك العافية وبالتوفيق إن شاء الله. الله يسلمك ويبقيك. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، هذا اللي موجود عندي من جامعة قطر، كل التوفيق لكلية الهندسة وللطالبات اللي شاركوا، ونتمنى إن شاء الله نشوفهم في سوق العمل. خلونا ننتقل مرة أخرى للاستديو. يعطيك العافية قانم، كل الشكر لك، وطبعاً نتمنى لهم كل التوفيق في كلية الهندسة. مشاهدينا فقراتنا متواصلة في الصباح رباح، نروح فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا مع ضيفاتنا بالاستديو حول أهمية القراءة في حياة النشء. Thank you.
رجعنا لكم مشاهدينا وراح نكمل حوارنا مع ضيفاتنا عن القراءة. أستاذة أسماء، لو يعني نتكلم عن نوعية الكتب المناسبة خصوصا حق المراحل الدراسية الابتدائي الإعدادي الثانوي. الكتاب دائما يتوافق مع المرحلة العمرية أو الخصائص العمرية للطفل. إذا بدأنا من المرحلة الأصغر من الابتدائية نجد مرحلة الروضة، هذا الكتب المصورة أكثر، الكلمات فيها أقل. لما ننطلق إلى الابتدائية نجد أن الكتاب أيضا يعني دخلنا فيه الكلمة أكثر. نوعية القصة اللي أيضا يقرأها صف ثاني وأول، هذول إلى الآن يحبون الحيوانات ويحبون واقعهم. أيوة. والحياة اللي هم يشوفونها. لما نروح حق المرحلة الأكبر يدخلون في القصص الخيالية ويحبون القصص الخيالية. نروح حق المرحلة الإعدادية عاد هذا لمرحلة الروايات، وما في كان واحدة فينا في المرحلة الإعدادية ما مسكت رواية وأحبت أن هي تقرأها خيال. نيجي للمرحلة الثانوية نجد فيها قصص يعني خلينا نقول الشخصيات الحقيقية، وأيضا يرتبطون أيضا بالشخصيات القيادية الحقيقية اللي كانت موجودة في العالم. فكل مرحلة مرتبطة بخصائصها أصلا العمرية. فكل ما عرفنا إحنا الخصائص العمرية للطفل سواء كان طفل أو مراهق أو شاب، كل ما إحنا اخترنا الكتاب الصحيح. بالإضافة أن كل إنسان له ميوله الخاصة. يعني أنا بالنسبة لي أنا أحب الكتب الجغرافية، كنت ولا زلت لما أجد كتاب جغرافي وفيه صور وفيه الأطالس أنا كثير أستمتع عليها. في ناس تحب الكتب العلمية، في ناس، وهذا طبعا مرتبط بميول الشخص، بالذكاء اللي أيضا يتسم فيه الشخص. في ناس تحب الكتب الاجتماعية، في ناس تحب الكتب التنمية والتطوير الذات. كل شخص نختار له الكتاب اللي يناسبه بالإضافة إلى خصائصه العمرية. حلو. أستاذة شيخة، توقع مثلا بما أنك تكلمت أستاذة أسمع عن موضوع الميول، فهل ممكن إحنا مثلا أنا ولدي أو بنتي إذا أطمح للمستقبل أني أنا أبغيهم في مكان معين، إن هل من البداية أني أنا ممكن أحببها في مواضيع معينة وأقدر أخليها تكبر فعلا معه؟ هي طبعا. فالطفل أنت يعني هاي دور الوالدين أنه ينتبه لطفله، تنتبه الأم، ينتبه الأب للطفل إلى ماذا يميل، أي نوع من القصص يشده، أي نوع من الكتب هو يستحوذ على إعجابه، المكتبة اللي يفترض أنها في البيت أول ما يمد يده على أي كتاب. هني أنا هني بديت، هني من هني من هنا مثل ما نقول إحنا نبدأ نشجعه، نوفر له أنواع من هالكتب. حتى إذا هدية، ما أهدي لعبة، أهدي كتاب، والله أنت تحب، فتشوفي شلون المتعب يستمتع. أنا هني عودت على القراءة، في نفس الوقت خليته ينمي موهبته وميوله ويستمتع فيها، وخليت الكتاب له قيمة كأنه هدية. أيوة كهدية فعلاً. يا ليت يعني يكون الكتاب هدية إن شاء الله بإذن الله. نستكمل حوارنا مع ضيفاتنا، ولكن خل نروح نشوف معاكم هذه المتابعة لواحدة من الهوايات الذهنية وهي لعبة الدامة مع نديبنا محمد الشهراني اللي بيعطينا تفاصيل أكثر عن البطولة الصيفية. وتفضل يا محمد. يا هلا ومرحبا فيكم، أصبح عليكم بالخير وأصبح على السادة المشاهدين بالخير. متواجدين في مجلس الدام لننقل لكم أحداث البطولة الصيفية للدام التي تتواصل فعاليتها لين يوم الأحد. مثل ما أنتم عارفين مجلس الدام يلعب دور مهم في الحفاظ على هذه اللعبة ضمن التراث القطري. معنا الحديث عن هذه البطولة الصيفية السيد ناجي راشد النعيمي، عضو مجلس الإدارة. يا هلا ومرحبا فيك أبو عيسى، وصبحك الله بالخير. الله يصبحك بالخير ويصبح المشاهدين التلفزيون الريان. يا مرحبا والله مسلام. بداية يا أبو عيسى، يا ريت تحدثنا عن البطولة الصيفية اللي تقام تحت تنظيم مجلس الدامة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مجلس الدامة مشارك دائما كل فعاليات سوق واقف. من ضمن الفعاليات اللي هو صيف قطر السنة، فنظمنا هذه البطولة، بطولة الدامة، بدأت من تاريخ 4 سبتمبر إلى 13 سبتمبر، اللي هي 10 أيام طبعاً، وأعلننا عنها بالجرائد، مفتوحة لكل هاوي أو محترف دامة في قطر بغض النظر عنها الجنسية يشارك. والحمد لله المشاركة طيبة،
طبعا كان في عدة مشاركات في البطولة، شلون كان هناك في تنافس المشاركين ولا كان بس مشاركة عادية لأصحاب الخبرة اللي موجودين؟ لا لا طبعا في تنافس، ما في شك انه في تنافس، لكن عندنا المستويات تفاوت، يعني الأقل شوي حاول انه يوصل، لكن المنافسة موجودة والجوائز تشمل الجميع. زين أعمار المشاركين في هذه البطولة هل متفاوتة ولا في عمر؟ الأعمار طال عمرك متفاوتة، يعني عندنا الصغير عندنا ابو 17 سنة ابو 18 سنة، وعندنا 25، وعندنا كبار السن ما نستغنى عنهم، طبعا الرعي الأول في لعبة الدامة ما نستغنى عنه، فمشاركين معنا. زين بويس، نطلع عن حديث البطولة ونتكلم عن إقبال الشباب على لعبة الدامة، وهل كان لهم وجود أيضا في البطولة الصيفية؟ البطولة الصيفية عندنا تقريبا 2 أو 3 مشاركين منهم. طبعا اللعبة تجذب الجميع، بمعنى لعبة ذهنية تجذب الجميع بالذات الشباب، بس الشباب طبعا حكم المدارس وحكم، فيجونا بس في الويكند اللي هو يوم الخميس والجمعة، يعني ما شاء الله. فوائد كثيرة لعبة الدام من الطالب، حتى المفروض في المسابقة كان في حضور غير المشاركة من الطلاب ولا كان في حضور؟ لا ما حضور، مشاركة لحد الآن لا، عندنا 2 من الطلاب. حلو. بس والله كمشاركة لا، بس يحضرون يلعبون ويتدربون ويلعبون مع الأكبر منهم واللي أفهم منهم اللعبة موجودين. حلو والله يعطيك، يعني في محاكاة بمعنى؟ في نعم موجودين، موجود حتى على فكرة ترى حتى إخواننا من دول مجلس التعاون لين جاوا في الويكند أو جاوا في زيارة ويجون يلعبون عندنا، من السعودية ومن البحرين ومن الكويت ومن بعض الإخواننا في الإمارات، لأن انقرضت في الإمارات أو اندثرت في الإمارات اللعبة، لكن يحاولون يحيونها بعد مرة ثانية. زين أبو عيسى، على الدول الخليجية أنتم قبل كنتم مسوين بطولة، هل بتستمر هالبطولة هالسنة ولا في شيء جديد راح تقوله لنا إن شاء الله؟ الحمد لله بفضل الله ومن ثم فضل المكتب الهندسي، بطولة مجلس التعاون مستمرة، بدأت في 2010 وإن شاء الله هذه السنة بتكون البطولة السادسة، وتقام مناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، ويشاركون فيها مجلس التعاون سنويا طبعا، والمكتب الهندسي متكفل بكل المصاريف، يعني ما على اللاعب فقط انه بس يتقدم للبطوله، لا هم كل دوله ترشح لاعبتها، احنا ما نتدخل في اللاعب الخارجي الدول الثانيه. حلو. احنا نختار لاعبتنا بس، وهم يختارون لاعبتهم الافضل عندهم يبونهم، فاحنا مثل ما قلت لك احنا نتكفل من تذاكر سفر، من إقامة، من جوائز، من فشجعنا حتى التنافس في دول الخليج، يعني بالذات أنا تكلمت مع بعض الشباب في الكويت وفي البحرين، زاد التنافس عندهم عشان ينالون شرف بطولة قطر السنوية أن يشاركون فيها. الله يعطيكم العافية أبو عيسى، بيضل وجيهكم، جهودكم واضحة، وإن شاء الله لنا تغطية البطولة الخليجية اللي راح تقام في الدوحة إن شاء الله، في أي وقت بتكون موجودة إن شاء الله؟ بتكون إن شاء الله من 15 ديسمبر إلى 19 ديسمبر، يعني أيام فعاليات اليوم الوطني. فعاليات نعم اليوم الوطني بإذن الله. الله يعطيك العافية أبو عيسى، وشاكرين لك وجودك. أنا أشكركم، أشكر بالذات تلفزيون الريان اللي مو مقصر معنا بصراحة، وله دور كبير في نشر اللعبة في قطر، وصلت لدول مجلس التعاون، بركات التلفزيون. والديك في الجنة، هذا حق واجب على قناة الريان. مشكورين، جزاكم الله خير. والديك في الجنة. طبعا أعزائي المشاهدين، مثل ما ذكر أبو عيسى، البطولة الخليجية قادمة إن شاء الله، وراح تشوفون التنافس الشديد. حياكم مجلس الدامة في سوق واقف في تاريخ 15 إلى 19 ديسمبر في اليوم الوطني. هذا كل اللي عندي، والله يعطيكم العافية، والكلمة لكم في الاستديو. يعطيك العافية، نشكرك ونشكر ضيفك الكريم، ونرجع نكمل حوارنا. أرجع لك أستاذة أسماء وتكلميني، أنتم في مركز أدب الطفل شنو دوركم في تشجيع الأطفال على القراءة؟ مركز أدب الطفل الفكرة الأساسية فيه هو تنمية حب وعادة القراءة لدى الطفل. اشتغلنا مع الكبار قبل صراحة ما نشتغل مع الصغار، لأن هم الوسيلة الحقيقية لنقل هذا الفكر، فسواء كانوا أمهات أو معلمات اشتغلنا معهم، بحيث أن احنا
ما نجعل القراءة فقط فتح كتاب وأني أنا أقرأ الكلمات اللي موجودة في هذا الكتاب، ولكن إحنا دائما نشتغل مع الكتاب أني أنا أغوص في معاني هذا الكتاب، أبحر في هذه الصور اللي موجودة في هذا الكتاب، ماذا خلف هذا الكتاب، ماذا قبل هذا الكتاب. فالطفل لما أنت تشتغلين معه أنه الكتاب مو فقط هو ورقة وأنا أقرأ ما كتبه المؤلف فقط، الكتاب هو عالم جميل سواء كان علمي سواء كان خيالي، أنا من خلاله أستطيع أن أنمي وأحب هذه العادة وأنمي هذه العادة، ومن خلال هذا الكتاب أنا راح أنمي ثقافتي. يعني على فكرة كل ما كان المجتمع راقي كل ما كان قارئ، هذه معادلة دائما اربطوها ببعض. إذا أنت حابة تعرفين هذا المجتمع راقي بأخلاقه راقي بتصرفاته، راح تجدين المكتبات عامرة عنده، راح تجدين الكتب موجودة في كل مكان. فعلا لازم الواحد دائما يعني بالنسبة حق الكبار دائما نقرأ بوعي، يمكن الكتب والروايات هي كثيرة بس ما أظل أقرأ وأثق مثلا ممكن بكل كلمة أو بكل طبعاً. كتاب أو بكل كاتب، حسن الاختيار طبعا. فعلا طبعاً. والقراءة بوعي. طيب بما أن احنا الحين استاذة عصر التكنولوجيا واليهال الحين اغلبهم كل واحد بايباد او بشغله كذي، شلون انا ممكن احبب ولدي او بنتي بالقراءه يعني باستخدام مثلا الوسائل التكنولوجيا الحديثه؟ طبعا بالنظر الى امر الطفل، يعني والله انا ما اعتقد انه من يعني السلوك المناسب ولا من التوعيه ان انا امسك طفل عمره سنتين ايباد. فنبدا مثلا لو قلنا من عمر 5 سنوات، بما أن الطفل مقلد كما قلنا سابقا، وبما أن بيشاهد غيره من الأجيال من العيال السابقين أنهم أيضا هم مسكين هالأيباد، ليش أنا لا؟ فأنا هني بالعكس انتهز هالفرصة أن أنا نزل له أنا قصص في مواقع كثيرة فيها قصص وقصص مدروس طبعا، وأحسن اختيار القصة أولا وآخرا. وهالقصص الميزة فيها في الألعاب في الأدوات الإلكترونية هذه أن هي مصاحبة لها أنشطة عليها، فجميل جداً. نمي حتى عند الذكاء. إيه طبعاً بعد ما يقرأ القصة ما يقرأها بس خلاص وقط مثل ما قلنا الكتاب ويرجع مرة ثانية للقصة ثانية، لا هني في أنشطة تعليمية ما وراء ما بعد قراءة القصة، فهو يقرأ ويتثقف بالعكس يطبق ما كذي ترسخ في ذهنه القصة، يتعلم على معاني المفردات، العبرة من القصة، الصور الأشكال، يتعلم منها المواقف، يستنتج منها، يبدأ أيضا كمقلد لأنه يبدأ يكتب، يبدع في الكتابة لأنه أكا عنده مثل ما تقول نموذج وهو يبي يقلده بالعكس. ولكن أيضا نقول دائما ونكرر ونصر على أن يكون بمراقبة أحد الوالدين، ما نترك الطفل مع الآيباد الحالة، لازم مع أحد الوالدين هو يحرص عليه وينتقيه للقصة ويعينه. أيضا المشاركة دائما، مشاركة الطفل في القراءة، هذه الجلسة الحميمية هذه اللي تعوده وتحببه أنه يمسك سواء كان كتاب أو كتاب إلكتروني أو كتاب ورقي، وأنه يقرأ ويعني يقبل على قراءته. نعم أستاذة أسماء، يعني شنو النصيحة اللي تقدمينها حق الطلاب والطالبات حتى أولياء الأمور، خصوصا من عيالهم الصغار لين الكبار، في طبعا نبي في كلمات صغيرة إنه يدهمنا الوقت عشان يحببون عيالهم للقراءة؟ إذا أنا أبي أخلي طفلي يقرأ أنا أقرأ هذا أي شيء بكل بساطة عشان الوقت صح. هذا بعد تشجيعك بالقدوة أن أنا أقرأ قدام الطفل عشان يحب القراءة. شكرا لكم، يعطيكم العافية. نشكر تواجدكم معنا ضيفاتنا أسماء الكواري مدير مركز أدب الطفل والتربوية الفاضلة شيخ ناصر البلم الاختصاصية في مجال الطفولة المبكرة، سعدتونا بتواصلكم معنا. وهذه حلقتنا كانت اليوم الخميس، خميسكم إن شاء الله سعيد مشاهدينا، ويسعدنا التواصل وياكم مشاهدينا ومستمعينا، ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله. نلقاكم يوم الأحد بحلقة جديدة من الصباح رباح بموضوعاتها المتنوعة، فأمان الله.